أهلا بكم من جديد. تواصل القوات العراقية عمليات تعزيز أمن الحدود الغربية مع سوريا ضمن محافظة الأنبار وأجزاء من محافظة نينوى، تضمنت نشر وحدات واستبدال أخرى ونصب أبراج وكاميرات مراقبة وحفر خنادق جديدة. هذا وزار وزير الدفاع العراقي جمعة عناد الحدود مع سوريا وأكد على ضرورة إنهاء الثغرات هناك. للأسبوع الثاني على التوالي مزيد من التعزيزات الأمنية والعسكرية للقوات العراقية تصل إلى الحدود مع سوريا، والهدف تعزيز أمن تلك الحدود بسبب ضعف الطرف الآخر، والطرف الآخر هنا يعني نظام الأسد والميليشيات القابضة على الحدود. ثمة قلق في بغداد من مسألة عبور عناصر تنظيم الدولة من سوريا، ومنذ تسلم الكاظم سارع الرجل إلى ضبط الحدود، لكن ذلك يصطدم بالحشد الشعبي. التحركات العراقية شملت أيضا نشر قطعات عسكرية جديدة وحفر خنادق على طول الحدود، إضافة إلى نشر كاميرات مراقبة. وأمام التعزيزات والتحركات العسكرية يحط وزير الدفاع جمعة عناد قرب الحدود مع سوريا يتفقد القوات ويجدد قديم بلاده بضرورة ضبط الحدود وإنهاء الفوضى. سبق للعراق أن اتهم نظام الأسد بالتقاعس والفشل في إنهاء الثغرات على طرف الحدود، والتحرك الأخير يشير إلى عدم ثقة بالنظام في دمشق وفق ما يقوله خبراء عراقيون، فبغداد يبدو أنها تسير وحيدة لضبط أبرز معابر التحرك لتنظيم الدولة. أمام التعزيزات والتحركات يبقى السؤال، هل بمقدور العراقيين إنهاء المعابر والتحرك وإرسال الأسلحة الإيرانية إلى سوريا، أم أن تحركهم يقتصر على مواجهة تنظيم الدولة من دون الاصطدام بمصالح حلفائهم في طهران؟ للحوار ومناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا الكاتب والباحث في الشأن العراقي الدكتور جاسم الشمري وهو معنا من اسطنبول، وأيضا ينضم إلينا عضو المركز الدولي للدراسات السياسية محمد حجازي وهو معنا من أورفا. أهلا ومرحبا بكما. سأبدأ معك دكتور جاسم الشمري، يعني بماذا تفيد هذه التعزيزات العسكرية التي أرسلتها بغداد للأسبوع الثاني إلى الحدود السورية العراقية؟ نعم، شكرا لكم، تحية لكم جميعا. أنا أعتقد أننا نتحدث عن مرحلة ربما نحن أمام أقل من 120 يوما على الانتخابات المقرر إجراءها في الشهر العاشر من هذا العام، هذا أولا. ثانيا، نحن نتحدث عن وجود أكثر من 10,000 مقاتل من تنظيم داعش متواجدين في سوريا وممكن أن ما بين العراق وسوريا، وهذه نقطة هي من النقاط المهمة والخطيرة. أيضا نتحدث عن تحدي كبير من قبل ميليشيات الحشد الشعبي لحكومة بغداد. هذه التحديات جميعها جعلت، بالإضافة إلى ضعف الحدود من جهة النظام السوري، كل هذه الأمور جعلت حكومة مصطفى الكاظمي أمام تحديات حقيقية جعلتها تستعين بالقوات الدولية من أجل العمل على ضبط الحدود. اليوم هم يتحدثون عن نفق كبير، يعني ربما يكون بعرض 3 أمتار وعمق 3 أمتار في المنطقة الفاصلة ما بين العراق وسوريا، وأيضا يتحدثون قبل عدة أشهر عن 80 كاميرا حرارية، واليوم هنالك حديث عن كاميرات جديدة يمكن أن تضاف إلى الحدود العراقية السورية. بهذا الأمر يمكن أن تسعى حكومة بغداد من أجل تأمين أجواء الانتخابات القادمة وأيضا إثبات نجاحها في السيطرة على الحدود العراقية، ذلك لأن الحدود العراقية السورية تعتبر هي النقطة الأضعف ما بين دول الجوار، وبالتالي هو جزء من إثبات ذات بالنسبة لحكومة مصطفى الكاظم. نعم سيد محمد حجازي، أرحب بك مجددا. سبق للعراق أن اتهم نظام الأسد بالتقاعس والفشل في إنهاء الثغرات الحدودية، هذه التعزيزات التي أرسلت للأسبوع الثاني على التوالي إلى الحدود السورية العراقية، هل تشير إلى ازدياد حالة عدم الثقة بقدرة نظام الأسد على ضبط الحدود بين سوريا والعراق؟ مساء الخير. عام 2007 نوري المالكي اتهم نظام بشار الأسد بإدخال الإرهابيين إلى الداخل العراقي، ورأينا في بداية الثورة السورية عام 2011
أن نوري المالكي هو كان أكبر الداعمين لنظام بشار الأسد. التعزيزات العسكرية العراقية هي للسيطرة على الجانب العراقي، والطرف الآخر يعني من الحدود السورية يوجد هناك قوات البيدة أو قوات البككة. أما بالنسبة للجانب الذي يسيطر عليه نظام بشار الأسد والميليشيات الإيرانية، فقوات الجيش العراقي لا تتواجد هناك أصلا، لأن الميليشيات العراقية من مثل حزب الله والعصائب هي التي تسيطر على الحدود السورية العراقية، يعني من منطقة البوكمال إلى قاعدة التنف السورية. أما بالنسبة للحدود من منطقة القامشلي إلى ضفة نهر الفرات الشمالية، فهي تسيطر عليها قوات البيادة أو قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكية، ومن الجانب الآخر الذي يسيطر على الحدود العراقية هو الجيش العراقي. يعني هذه التعزيزات وهذه الحشود هي فقط من أجل ضبط الحدود مع قوات سوريا الديمقراطية وليس مع نظام بشار الأسد. فمعبر القائم تدخل منه كل يوم تعزيزات إيرانية ضخمة للميليشيات العراقية في سوريا أو حزب الله المتواجد في جنوب لبنان. نعم، يعني دكتور جاسم الشمري، بالفعل كما تحدث السيد محمد حجازي، ماذا عن تحركات الميليشيات الإيرانية عبر الحدود السورية العراقية ومنها الحشد الشعبي وغيرها من الميليشيات؟ يعني معلوم، يعني سبق وأن تحدثنا عن قضية سيطرة الميليشيات، حينما نتحدث ذكرنا الميليشيات ضمن التحديات التي تواجهها حكومة بغداد، لأننا نتحدث عن قوة لها يعني ما لا يقل عن 50 مليون دولار شهريا، يعني كوارد من التهريب ما بين العراق وسوريا. هذا من جانب مالي. أيضا من جانب استراتيجي نحن نتحدث عن دعم كبير للقوات الموالية لإيران داخل سوريا عبر الحدود العراقية. هذا الأمر لا يتأثر حينما نتحدث عن ضبط الحدود، هذا الأمر لا يتأثر بضبط الحدود، لأننا نتحدث عن نقاط يعني اتفاق ونقاط الحكومة مجبرة على ضبطها. نقاط الاتفاق هو دخول الأسلحة وربما حتى عمليات التهريب، أما الإجبار فهو عدم دخول مقاتلي تنظيم داعش إلى العراق. هذه هي النقطة الأخطر في الموضوع، لأننا يعني بحسب التجربة رأينا أن حكومة مصطفى الكاظمي عاجزة عن مواجهة الميليشيات، وبالتالي تبقى هذه الميليشيات سواء في بغداد أو عبر على الحدود العراقية السورية أو حتى في أماكن أخرى هي التي تسيطر على المشاهد الأمنية، وبالتالي أتصور أن الميليشيات تبقى فاعلة ما بين العراق وسوريا، لكن القضية هي كيفية إيقاف تدفق يعني مقاتلي تنظيم داعش إلى العراق، وهذه هي ربما النقطة الأبرز في الموضوع. نعم، يعني تحدث الدكتور جاسم الشمري عن حكومة الكاظمي أنها عاجزة عن ضبط تحركات الميليشيات الإيرانية على الحدود السورية العراقية أو المعابر بين الدولتين. هذا الأمر سيد محمد حجازي ألا يؤثر على يعني محاولات الحكومة العراقية ضبط تحركات عناصر تنظيم الدولة من سوريا إلى العراق أو بالعكس؟ بالنسبة لمصطفى الكاظمي، يعني نحن كسوريين نعتبره بأنه يعني تابع لإيران، يعني حقيقة يعني الإمدادات العسكرية تأتي من مدينة ديالى إلى مدينة فوز هرماتو إلى تر العفر إلى مدينة البوكمال السورية وتدخل إلى الأراضي السورية للقتل الشعب السوري أمام يعني نظر الحكومة العراقية. مصطفى الكاظمي هو يريد السيطرة يعني على حدود محافظة نينوى، يعني تقريبا 285 كيلومتر تقريبا، وهي المناطق التي يعني الان فيها ثغرات يعني يتسلل منها الدواعش، ان كان يعني من المناطق السوريه يعني من مرقده او الشداده. هنا القلق يعني العراقي من هذه المنطقه. اما فيما يتعلق بمحافظه الانبار ويعني يبلغ طول الحدود تقريبا 335 كيلومتر، فهي مسيطر عليها على الحدود من الجانبين السوري والعراقي من الميليشيات الحشد الشعبي، ولا يوجد جيش عراقي ولا يوجد حرس حدود عراقي. نحن يعني نتكلم عن محافظة نينوى والاختراقات الأمنية التي تحصل الآن. الجيش العراقي يضع كامل يعني قوته والعتاد يعني العسكري من أجل السيطرة على هذه المنطقة الجغرافية الضيقة.
أما فيما يتعلق في محافظة الأنبار أو إن كان محافظة دير الزور، فالأمر يعني متروك للميليشيات الحشد الشعبي والميليشيات الإيرانية السيطرة على هذه المنطقة وإدخال كافة الأسلحة إلى الداخل السوري بدون حسيب أو رهين. نعم دكتور جاسم الشمري، يعني برأيك هل حكومة الكاظمي قادرة فعليا على تغيير أي شيء بخصوص تحركات تنظيم الدولة، أم أنها تسير وحيدة في العمل على هذا الأمر وبالتالي لن تحقق أي شيء في هذا الخصوص؟ يعني لو فرضنا يعني بالداخل العراقي على سبيل المثال في سامراء، سرايا السلام التابع للتيار الصدري تقول نحن الذين ضبطنا الأمن في سامراء، الحكومة عاجزة عن مواجهة تنظيم داعش في محافظة صلاح الدين، وكذلك الحال في الأنبار، يعني هنالك يعني عصائب أهل حق وغيرهم هم الذين يواجهون يعني مقاتلي تنظيم داعش. وعليه أعتقد أن حالة التداخل ما بين الجيش والحشد الشعبي على اعتبار أنهم يقولون أن الحشد هو جزء من وزارة الدفاع هو الذي جعل عدم وضوح أو هنالك غبش، هل يمكن لحكومة الكاظمي لوحدها أن تسيطر على المشهد الأمني؟ أنا أعتقد أنها لو أرادت ذلك لا تمكنت، لأنها تمتلك يعني أكثر من 1.5 مليون مقاتل، وعليه هي لو أرادت ذلك لتمكنت، لكن يبدو هنالك إرادة خارجية أن يبقى الحشد الشعبي جزء من المنظومة العامة الأمنية والسياسية في العراق، وبالتالي هم لا يريدون دولة أمنية قوية، لا يريدون وزارة دفاع قوية، لا يريدون وزارة داخلية قوية في العراق. هذا الأمر، هذه الهشاشة تجعل الحشد الشعبي جزء من الحالة الأمنية في العراق، وبالتالي لا نرى وضوحا في قدرة الحكومة على بسط الأمن إلا بمعاونة أو مساعدة الحشد الشعبي، وهذا خلل كبير في بناء المنظومة الأمنية في الدولة العراقية. الكاتب والباحث في الشأن العراقي الدكتور جاسم الشمري كنت معنا من اسطنبول، شكرا جزيلا لك، وجزيل الشكر أيضا لعضو المركز الدولي للدراسات السياسية محمد حجازي كان معنا من أورفا. نهاية حلقة سوريا اليوم، كل التقدير على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.